لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة بناء عليها بنحكم على الشيء من ناحية حكم الشرع عليه، إما بالصحة أو البطلان، وبالتالي بقى عندنا مبحث اسمه الصحة والبطلان كتصنيف. هل نسميه مبحث مستقل؟ هل نسميه مبحث في الحكم الوضعي؟ لا، مش هحف الاصطلاح كما ذكرنا مرارا. والمصنف هنا جعل الحكم الرابع الصحة والحكم الخامس الفساد. طبعا هم موضوعين مرتبطين ببعض تماما. يقول الحكم الرابع الصحة. الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. يبقى يوجد السبب، الأسباب بنسبها مع الشروط هنا، لأن بعض العبادات بتبقى مركبة من أفعال، فيبقى بيهمنا إن إيه زي ما اتكلمنا قبل كده على الركن، إن الأسباب تكون موجودة، الشروط تنتفي، الموانع، وإنه برضو وهو يؤدي يكون أدى الأركان على الأقل، بدليل حديث إيه المسيء في صلاته اللي يصلي فإنك لم تصل. الأركان دي جزء من العبادة، ولكن جزء غيابه يؤدي إلى بطلانها، فهو كالشرط من جهة أن عدمه يدل على العدم. خد بالك أنا بتكلم هنا على العبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة. طب هل هنا في إشكال إن احنا نقول أن العبادة المستحبة بعض أجزائها واجب؟ لا يوجد إشكال. العبادة المستحبة هي من أراد أن يتنفل تنفل، ولكنه يجب أن يتنفل بطريقة صحيحة. هو أراد التنفل، ولكن حيث أنه يريد أن يؤدي صلاة نافلة مقبولة، فيجب عليه أن يأتي بشروطها وأركانها. وأما الواجبات فستجعل هذه العبادة ناقصة إذا ترك الواجب، والمستحبات تتفاضل بها العبادة كمان. فالصحيح من العبادات ممكن أقول ما وافق الشرع، ده يعني، لكن هنا الشرع بيصف حالة الكمال. إيه الحالة التي تفقد الصحة؟ نقول اللي هو إذا غابت أحد الأركان أو أحد الشروط أو وجد أحد الموانع. يقول فإذا وجدت الصحة، يعني الصحة هنا الأسباب والشروط، وجود السبب واستكمال الشروط وانتفاء الموانع وفعل الأركان، بنصف هذه الصورة المركبة بأنها العبادة التي استوفت هذه الأمور تسمى في الاصطلاح صحيحة، ونعني بها أنها أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة به. طبعا برضو الأصل دايما بيبقى الكلام منصب على العبادات الواجبة، والعبادات المستحبة أجزأت عنه فيما يريد أن يفعله،
هو يريد، هو مخاطب بالاستحباب. طيب اثر هذا الخطاب ايه؟ انه يثاب فاعله، هو عايز هذا الثواب. فاذا ادى ذلك المستحب مستكملا لشروطه واركانه وانتفت موانعه، فحقق الايه ما يريده من هذا المستحب. يبقى ده باختصار. اذا مبحث الصحه والبطلان مبحث نلاقيه صغير جدا، او ممكن نلاقيه مطول قوي لو احنا ما كناش استوفينا مثلا واحنا بنتكلم في التحريم النهي والشيء المنهي عنه، تقسيم المنهيات واثرها في المنهي عنه. ممكن بنقولها في باب واحنا بنتكلم على التحريم كقسم من اقسام الحكم التكليفي، نقولها في المباحث اللغويه في باب النهي. ففي الصحه والبطلان ما بتقالش كتير، كان ممكن يكون هنا الكلام عليها. ايضا هلاقي الكلام كتير جدا لو يعني هنستفرغ الوسع في الفروع الفقهيه الدقيقه اللي فيها قدر من النزاع كما سياتي الاشاره الى بعضها. منها المساله اللي جايه دي، بيقول ولا تلازم بين صحه العباده وبين حصول الاجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. فمتى استكملت العباده اركانها وشروطها وانتفت مفسداتها صحت واجزات، ولكن لا يثبت الاجر الا بصحه التوجه الى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. احنا في ابواب العقيده او ابواب السلوك اكتر بنقول شروط ايه؟ قبول العمل، الاخلاص، والمتابعه. طيب هو هنا كثير من الاصوليين بيقول هو احنا حد هيجي يسالنا عن النيه؟ واذا سالنا هنعرف نتحقق هي موجوده ولا لا؟ فاحنا خلينا فيما ندركه. فاللي هيسالنا عن الشروط الظاهره والاركان الظاهره، وبناء عليه هنقول صحيحة، ولكن لازم يكون عارف ان كلمة صحيحة دي لا تساوي مجزئة عند الله ولا يترتب عليها الثواب الا بالاخلاص. يعني نرى انه في قدر من التزيد الصنع، يعني اثار المسائل الكلامية. هو ايه المشكلة ان انت، ما هو في كل الامور لا يعلم ما في القلب الا الله، وانت تستصحب صلاح الباطن او تشير اليه، ايه المانع نقول ان ده اذا يعني. فالقضيه هنا خلاص نفهم الاصطلاح، هم عايزين يقولوا لنا انت الفقيه بيقول اذا الصلاه، اذا انت حصلت شروطها، تطهرت، سترت العوره، استقبلت القبله، اتيت بالاركان، لم يكن ثمة مانع لغاية ما انتهيت من الصلاة، هذه الصلاة صحيحة. ما جابش سيرة الايه؟ النية. يبقى كلمة صحيحة هنا مش صحيحة، يعني كلمة صحيحة، او هو عايز يقول لك لا احنا خلاص اصطلحنا هنسميها صحيحة، ونبه بقى انها ليست مجزئة الا بالايه؟ بالنية. انا يعني الاقرب ان احنا نقول نستصحب دائما ان المسلم مامور باخلاص النية لله تبارك وتعالى، ونقولها. ايه المانع نقولها واحنا يعني هي يعني مسائل الفقه الكتيره ديت، بعض المسائل الافتراضيه مستكترين نقول كمان واحنا من باب حتى التذكره. يعني لا باس، يعني كما ذكرنا تبدو بعض اثار الصنعه الكلاميه في ان هو يجي شرط مهم جدا أو ركن مهم جدا، لأنه هو طبعا الإخلاص النية شرط وركن، لأنه يكون من قبل العبادة ومستصحب معها. يعني ونكسل نقوله وبناء عليه نعمل اصطلاح إن هنقول عبادة مستجمعة الشروط والأركان ومنتفية الموانع ونسميها كمان صحيحة، وبعدين نتحفظ بأن صحيحة ليست طبعا. وما حدش بيسأل عما عند الله، هو بيسأل على الظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله. لكن ده
السبب اللي كتير من العلماء بيقولوا، وإذا وصفنا العبادة بأنها صحيحة فلا يعني أن نقول أنها مجزئة. الصحة في المعاملات، يعني احنا العبادة، العبادات هي التي يفعلها الإنسان لغرض التقرب إلى الله، دي دورها هي كده عبادة، الغرض الرئيسي أو الوحيد ربما أحيانا أنك تريد أن تتقرب إلى الله، فالله أمرك بها أو شرعها لك وجوبا أو استحبابا، وأنت تؤديها بغرض إبراء الذمة واستحقاق الثواب أو استحقاق الثواب فقط بالنسبة للمستحبات. المعاملة ما يتعامل، كل شيء بيفعله الإنسان لغرضه هو وليس بغرض التعبد بيسمى في الاصطلاح الشرعي بالمعاملة. احنا ما بنصطلح كل أفعال العباد المتصورة لن تخرج عن تصنيف العبادات والإيه؟ والمعاملات. فالعبادات معروفة فما عداها بنسميها إيه؟ معاملات. المعاملات فيها عقود وفيها الكلام ده كله تحتاج أن توصف بالصحة أيضا أو البطلان. فنفس الأمر، إن الصحة في المعاملات أن يقع العقد غير مخالف للشرعي، وذلك بأن يكون مستوفي الشروط والأركان وأن تنتفي الموانع. إذا وجدنا الشرط العقد على هذه الصفة فهذا عقد صحيح. فإذا وقعت المعاملة صحيحة، احنا زي قلنا العبادة ايه؟ لما بنلاقي استوفينا الشروط والأركان وانتفت الموانع بنقول العبادة صحيحة، ومن ثم بنقول أبرأت الذمة واستحق الثواب إن كان بإخلاص. طيب في المعاملة لما بنلاقي نفس الكلام ده، استوفينا الشروط والأركان وانتفت الموانع، بنقول المعاملة صحيحة، وبالتالي يترتب على العقد آثاره. ممكن يكون إبراء ذمة برضه، يعني هو مسؤول عن حاجة، ممكن يكون تعاقد في التزامات متبادلة، فيبقى تترتب هذه الآثار. فإذا كان عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، وثبت نسب المرأة المرأة من زوجها، ثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجين، يبقى ده ترتب الآثار طالما حكمنا ان النكاح ايه؟ صحيح. هنا احنا قلنا ربما نبهنا ان في شروط الشرع بيشترطها لكي تصح المعاملة. اشترط في البيع ان يكون المبيع ملك للبائع، بيشترط عدم الجهالة، بيشترط الا يكون محرما، يبقى دي ايه؟ شروط صحة البيع، الشروط التي وضعها الشرع بحيث ان اذا غاب واحد منها يصير البيع ده ايه؟ باطل. وقلنا في فرق بينها وبين الشروط في البيع اللي هو بيشترطها احد المشترطين. طب هي دي كده مش يعني ما فيش تداخل بين البابين؟ بنقول لا، كل ما كان لو لم يشترط مباحا يجوز ان احد المتعاقدين يشترطه ويصير لازما في العقد. يبقى في حاجات هي تعريف العقد، جعل مقتضى العقد ان البيع يعني انتقال المبيع، انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع للايه؟ للثمن. ده كده ده تعريف البيع وله شروط عشان يصح. طب ممكن المشتري يشترط شروط في السلعة؟ ممكن. هنقول نشوف الشرط اللي هو عايز يشترطه. إن كان ممنوعا منه أصلا خلاص يبقى ما ينفعش يشترط، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ألف شرط. وإذا كان الأصل فيه الإباحة يبقى ينفع، يبقى ده شرط إيه؟ جعله أحد المتعاقدين وصار لازما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون عند إيه؟ شروطي. فطبعا أفسد ما يمكن أن يوضع من شروط الشروط المصادمة لمقصود العقد، أسميه عقد بيع وبعدين أقول بس إيه، المشتري مش هيتملك السلعة، أو المشتري
لن يكون حر التصرف فيها، لا يجوز أن يبيعها، أو يبقى دي أول. وفي شروط معينة، في أمور معينة مثلا الشرع منع منها، زي إن الـ 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 لا يمكن أن تدرج، لأن الشرع جعل لها حكما لازما، الولاء لمن أعتق مثلا، وده اللي هو ورد بسبب حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو بطل. يبقى إذن والشروط اللي الجعلية دي لا يترتب عليها صحة البيع من عدمه، لكن هي دي حاجات إضافية، إذا كانت في الأصل مباحة صارت لازمة ووجب الوفاء بها كما. يبقى ده بالنسبة للصحة في العبادات والصحة في المعاملة. العبادة أو المعاملة لها حقيقة مادية ولها حقيقة شرعية. فأنت الرجل المسيء في صلاته كان من الناحية المادية يصلي، أنت تشوفه تقول بيصلي، وأي حد وتسأله أنت بتعمل لك بصلي، وأنت لو شفته من بعيد هتلاقيه مستقبل القبلة يعني القيام والقراءة وبعدين الركوع. فإذا وصفت، إذا حبيت توصف فعله ماذا يفعل هذا، ده الكلام انه ايه يصلي. اللي بيبيع بيع غرر، هو في الواقع بيبيع بمعنى عارض سلعة بثمن، عارض مبادلة بين سلعة وايه وثمن، ده دي كده أركان العقد ماديا، أركان البيع ان في حاجة لغويا أو ماديا تسميها بيع، لكن شرعا يجب يكون مستوفي الشروط والأركان ومنتفي الايه الموانع. وعشان كده بيحصل أن أجد شيء وجد ماديا وبعدين بنسأل عنه صحيح ولا باطل، فنقول له أحد حكمين لا ثالث لهم، إما هتقول صحيح وإما هتقول إيه باطل، وكل ما هو ليس بصحيح فهو باطل، وكل ما ليس بباطل فهو إيه، ده على مذهب الجمهور ماشي. وطيب والفاسد بيقول هو ده اسم آخر لنفس الإيه، لما يضاد الصحة، يعني إما يكون صحيح وإما يكون باطل وبمعناه فاسد، يا يعني إما يكون صحيح وإما يكون فاسد وبمعناه باطل. الأحناف بيقولوا لا، عندنا القسمة ثلاثية، يبقى القسمة عند الجمهور إيه؟ ثنائية، وحنكتشف إنها مش كده دلوقتي، بس خير. الكلام اللي بندرسه في الأصول إن الجمهور عندهم إيه؟ القسمة ثنائية، والأحناف عندهم القسمة ثلاثية، يعني عندهم الصحيح والباطل وبينهما الفاسد. ولذلك هو المصنف هنا قال الحكم الخامس الفساد. الأشهر في كتب الأصول ألاقيه الإيه؟ البطلان، لأن ده يعني المصطلح اللي إذا أطلقه الجمهور وأطلقه الأحناف عنوا بنفس المعنى ماشي. يبقى الاصل ان القدر المتفق عليه هو الايه؟ الباطل. ده انه ما ليس بصحيح فهو ايه؟ باطل. الاحناف يقولوا ما ليس بصحيح اما ان يكون باطلا واما ان يكون فاسد. طبعا بيقول الحكم الخامس الفساد. قل الفاسد هو ما فقد ركنا من اركانه او شرطا من شروطه او وجد مانع من صحته. فمن صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة فصلاته فاسدة، وكذلك إذا أحدث فيها، وكذا إذا تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها. يبقى إذن أمثلة كثيرة جدا بقى، أي شرط يفقد أو أي مانع يوجد. قال والفاسد من العبادات أو الباطل، الأقرب نقول الإيه الباطل، عشان نيجي بعد كده نقول الفاسد بيقولوا بإيه، مش كده؟ يعني نقول كل المذهب بيقولوا إيه في الفساد. يقول والفاسد أو الباطل من العبادات لا تبرأ به الذمة، والفاسد من المعاملات لا ينتج عنه آثاره، يعني يجوا يستفتوا أو يروحوا للقاضي
ويقول لهم البيع ده فاسد او باطل، يقوم لو كان لسه متنفس خلاص الكلام اللي قالوه لغو، ولو كتب ورق يتقطع. طب تنفذ، يروح يرجع السلعة تاني للبائع وياخد النقود تاني من الايه المشتري، وهكذا. يقول له هذا لا تترتب عليه آثاره شرعا، فحتى لو انتوا نفذتوا هذه الآثار لا الغوها. طب تزوجها ودخل بها، يفرق بينهما فورا. يجوا هم عند القاضي كده، قال لهم بقى كل واحد يروح حته، وانتوا تطلعوا من عندي هنا اجنبيان، اللي انتوا كنتوا فاكرينه زواج ده ليس ايه، ليس بزواج، فانتوا على ايه، على ما انتما اجنبيان. من اللحظه اللي القاضي يقول لهم فيها، يبين لهم فيها ان عقد الزواج اللي كانوا ظنينه ده عقد ايه باطل. يبقى ال 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 الفاسد من العبادات لا تبرأ به الذم. فهو اللي صلى ده كان بيعمل حركات الصلاة، فبنجيبه ونقول له انت كان فاقد عندك شرط كذا، روح صلي تاني. هي مش تاني، هو تاني باعتبار الافعال المادية، لكن هي الاولاني ديت ما لم تنعقد شرعا، يبقى هو مفروض يصلي يعمل الافعال المادية تاني بس بعد تصويب الخطأ عشان تبقى مجزئة ايه شرعا. طيب، يبقى ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم، لأن الفاسد منهي عنه شرعا. يقول وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه، كالصلاة لغير القبلة، وبعضها بقى بيقبل التصحيح. يعني هو طبعا صلاة لغير القبلة عامدا يبطل الصلاة، بل قد يصل إلى الكفر. ودي مواطن كده بنلاقيها وإحنا في مسائل الإيمان والكفر وتستشكل شوية. بنقابل حاجات كده بتستشكل، فإذا ساعات بنلاقي كده حاجات في مسائل الإيمان والكفر، في إن الصلاة لغير القبلة كفر، وإحنا بنقول إيه؟ أهل السنة الجماعة بيقولوا لا يكفرون مرتكب الإيه؟ الكبيرة. بس في معاصي لا يتصور أن تفعل إلا عنادا. يعني ممكن الصلاة لغير القبلة تنفع جهل، لكن من عامد عالم. ولذلك مثلا لما يقول إيه الآثار في إن لو أن أحدا قال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول نصلي إلى غير القبلة ونصلي بغير طهارة وما وجدناه من فرج محرم أصبناه، لا ده إيه؟ عناد واستكبار واضح جدا. وبعض والوحدة أحد الوحدة من ديت، يعني هو واحد بيقول له مسلم الحمد لله الصلاة أذنت طب قوم صلي، فين القبلة كده؟ راح مصلي الناحية التانية. فين الهوى اللي يخلي ما في هوى في الزنا في كبائر الذنوب؟ في هوى يخليه يقول هذا ذنب ولكني ضعفت امامه، يعني مرتكب لكبيره ويعني يستحق يعني الذم والعقاب في الدنيا، وان لم يتب يستحق العقاب عند الله. لكن في النهايه معه اصل الايمان، القبول والاذعان لهذا الدين. لكن الصلاه لغير القبله، ايه اللي يخليك تصلي لغير القبله؟ الصلاة بغير طهارة متصورة ان حد، يعني لو حد كده يعني ايه، ان القوم بعضهم في بعض، بعضهم دخل الخلاء وبعدين بيتوضى، ده دخل الخلاء ومش عايز يتوضى هيصلي كده، يعني هذا الحال اقرب الى العناد. بخلاف لو انه احدث في الصلاة ف يعني تحرج ان يخرج من الصف، مع ان ده يعني فعل شنيع جدا، لكن يحتمل فيه الايه؟ الهوى، ان هو خلاص بقى مش بيصلي بس كانه في الصف يحاكي حركات الصلاه. فاذا هنا في مثال الايمان والكفر عندنا برضو الايمان له اصل وله ايه؟ كمال. الكفر الاكبر هو ما ينافي اصل الايمان. طب هو اصل الايمان قول القلب وعمل واصل اعمال القلوب وقول الايه؟ وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ممكن أعمال جوارح لا يكون لها تفسير إلا انخرام عمل القلب، فيبقى وده بيحصل إشكال. البعض يقول لك ما دي أعمال جوارح مكفرة. لا، هتلاقي السؤال اليسير ده أو هذا الضابط اليسير هتلاقيه في 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، متكلم على إيه؟ الكفر الأصغر وهو الكفر العملي، والكفر الأكبر وهو الكفر الاعتقادي. وبعدين بيقول طيب السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات وسب الله كلها أمور عملية وهي من الكفر الإيه؟ ما هي دي كلها مع أنها عملية إلا أنها في الواقع تدر على إخرام الباطن. لذلك سب دين الله عز وجل ده من النوع من الكفر الإيه؟ الأكبر، لأنه يدل على انخرام الباطن اللي هو زوال إيه؟ زوال التعظيم. لأن واحد يقول لك هو مش قصده يسب الله، ماشي، في فرق بين أنه قصد إلى الفعل أو لم يقصد، وفي أنه قصد إلى ثمرة الفعل، ماشي. فهو في واحد بينقل الكفر، بيحكي الكفار قالوا ايه، فده بينقل ايه؟ سب، ولكنه لا يقصد به السب. واحد بيقرا كلام انجليزي مش فاهمه طلع ان هو سب، وحتى اي صوره من الصور، واحد بتنرفز قدامه كتب رماها، فهو يعني لكن طلع في الكتب دي مصحف بس مش باين، غير واحد قدامه المصحف ومسك المصحف ايه؟ رماه في القاذورات وهكذا. فهنا الفرق، الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم واصحابه ما راينا مثل قرائنا هؤلاء اكثرنا بطونا واجباننا عند اللقاء، كانوا وهم يقولون هذا الكلام عقلاء ولا مش عقلاء؟ إرادتهم كاملة ولا كانوا مكرهين؟ فاهمين معنى الكلام ولا مش فاهمين؟ هم قصدوا إلى الفعل ولكن لم يقصدوا ثمرته، هم مش عايزين يكفروا، ولكن خلاص احنا مش هنقول ان هم جايين عايزين يكفروا، ولكن موصوف أمامنا الآن حد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وجرؤ على الاستهزاء وهو عارف انه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تسلية الطريق. مش هنقول هو اصلا ان بعضهم كان درجة كفر ونفاقه اشد من كده، اللي يعمل كده هل ده في ادنى درجات التعظيم للشر ولا انتفت؟ انتفت التعظيم، مش بقولك التصديق، هو لو هو يقصد عين الاستهزاء وثمرته يبقى انتفى منه الايه؟ التصديق. لا، انا بقولك هو مازال مصدق بس انتفى عنه الايه؟ التعظيم. يبقى هنا دي القضية هنا. فبعض الأشياء يعني مش ده موضوعنا دلوقتي. نعم طبعا نعم. يبقى هنرجع تاني هنا بالنسبة للإيه بنقول بالنسبة للفساد أو البطلان، إنه فقد إيه؟ يا ركن يا شرط يا وجد مانع. السؤال بتاع ويحرم على المسلم الاقدام على عقد فاسد او عباده فاسده، يعني هو من الاول ما يبقاش مش يبقى محدث يقوم يصلي. طب ولو هو اثناء الصلاه طرأ عليه الحدث ما يكملهاش؟ واضح السؤال؟ ولذلك يقول قد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبلة، أو قد يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو لاحقا كالرد عن الإسلام والعياذ بالله فإنها مبطلة للأعمال التي قبلها. طيب المبحث اللي بعده بين الفاسد والباطل. الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء إلا في النكاح،
خلينا مع اللي بيقوله برضو المصنف في بعض تدقيق في المسألة. فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل، لم ينعقد أصلا فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا. يبقى كده هو بيقول لنا أن الجمهور عندهم مسألة وحيدة بالقسمة فيها ثلاثية، وهي الإيه؟ النكاح المختلف في شرعيته، النكاح بغير ولي على وجه الخصوص، لأن الأحناف بيقولوا إيه؟ صحيح. فيقول دلوقتي هو المجتهد، بل والصحيح أنه طالب العلم الذي يتقن المسألة يفتي بمذهب نفسه. لو هو ناس راحوا لحد من الأحناف جوزهم بغير ولي، وبعدين بيسألوا من عنده هذا النكاح باطل، الفقهاء هنا قالوا يعني احنا حد تزوج ما يظنه زواجا صحيحا واستحل فرجها ووطأها وأثمر أولاد ربما، وبعدين يجي بعد كده نقول له لا لا لا، أقول الكلام ده لو في البيوع لو في غيره. من ثم قالوا لا، احنا ده هنسميه نكاح شبهة، أو هنعتبر أنه كما لو كان صحيحا إلى مرحلة السؤال، فيرتبوا عليه إيه؟ آثاره. وهذا على الصحيح مش قاصر على النكاح بس، يعني المالكية بيخلوه في البيوع كمان، والشافعية بيخلوه في بعض صورها. واحد اشترى سلعة، اشترى حاجة والعقد يفتقر فاقد لشرط من شروطه بس باعها، او اشترى ارض وبنى عليها عقارا، فلما وجاي يسأل في اللحظة اللي انت بتقول له فيها رجع، الترجيع اصعب، مفسدته اصعب من المفسدة اللي انت اللي الشرع من اجلها حرم ايه هذا العقد. والعقد له اصل صحيح، هو زواج، يعني ده الرجل ده كان فعلا يريد ان يتزوج هذه المرأة، يعني زواج شرعي صحيح يراد به التأبيد، وهي تريد ان تتزوجه، وكان في ايجاب وقبول، لكن في شرط الولي، بعض الفقهاء قال لهم لا يشترط فأتموا الزواج. لو يدوبك لسه عقدين العقد نقول له لا لا، افسخ هذا العقد وايه واعمل عقد صحيح، لكن دخل بها وإلى آخره. فالفقهاء المذاهب الثلاث عندهم حاجة اسمها الفاسد في العقود، على تفاصيل بقى تقعد تدور في فروع المذهب أو في بعض رسائل الجامعية المعاصرة، يعني هنا من كل زمان يعني على قدر ضعف الهمم بتتوفر أسباب لم تكن إيه متوفرة لمن قبله. يعني الآن في آلاف الناس اللي بيعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه كل سنة، فهو بيعمل إيه؟ بياخد جزئية صغيرة مش كده، ويتفرغ لها سنة أو اتنين. فممكن تلاقي حد وده موجود فعلا مثلا عامل رسالة دكتوراه في كل ما وصفه إلى ما وصف في المذاهب الأربعة بالإيه بالفساد، ويعمل له تحليل كده تلاقي وبحث جيد جدا. المهم في الاخر هنقول انه باختصار ومع شيء من التجوز، يعني لان احنا المفروض نستعرض كل المسائل ونحاول بقى انه تقريبا الائمة الثلاثة متى يقولون على عقد انه فاسد؟ عندما يكون في شبهة تجعله شرعيا لدى اطرافه ساعة العقد، اللي هو في الزواج بالذات بيسموه نكاح بشبهة، وكل ما يشبهه حتى في عقود البيع وغيره. وتعاقد المتعاقدان ونفذ العقد بحيث يكون من العسير جدا ان احنا نلغي كل اثر، فساعتها ده نوع ثالث. طب يسموه ايه؟
قالوا نسمي، طيب ما هو اللي عندهم ثلاث انواع بيسموا ايه النوع الثالث؟ فاسد، فسموه فاسد. بس الفاسد عند الائمه الثلاثه غير الاحناف حالات استثنائيه، بينما الفساد عند الاحناف وصف يمكن ان يطرأ على اي عقد. يبقى القسمه عند الاحناف ثلاثيه فعلا، بمعنى كل عقد هو بينظر فيه وارد يحكم عليه بالصحه او البطلان او يحكم بشيء بينهما هو الايه؟ الفساد. بينما اصلا المذاهب ما عندهمش حاجه اسمها فاسد ابتداء، بس هو لما بيسال، ودي لانه يحصل كتير، يعني هو هيتسال عن التزوج على مذهب الاحناف بغير ولي، شبهها مثلا هتلاقي لما تيجي انت تسال عمن اخرج زكاه الفطر قيمه، وانت ترى انه يجب ان تخرج ايه؟ طعام. اهدار ان الفتاوى التي تقال للناس من علماء كتير سواء لهم مناصب رسمية أو لهم يعني مقاعد في التدريس في الجامعات أو ينتمون لطيارات إسلامية أخرى أو نحو ذلك، بيقولوا للناس القيمة، فأظن إن إحنا لو قلنا للناس زي ما الإمام أحمد سئل عمن أخرج زكاة الفطر قيمة فقال أخشى ألا تجزئ خلاف السنة، هيبقى في نوع من الشدة ونوع من إهدار الواقع، لأن احنا شفنا العلماء راعوا واقع وجود إيه؟ فتاوى أخرى، بالذات في المسألة إيه؟ تحتمل. اللي راح يسأل الإمام أحمد عارف إن الإمام أحمد مجتهد وإنه عايز فتوى الإمام أحمد. الناس لما بتسألك أنت مش بتسألك على إنك مجتهد ومش عارف الخريطة دي كلها، فيجب أن تبقي باب. والله لو أنت اللي قالوا لك قيمة دول عندك، أنت سألت علموك ده اللي أنت عملته، تجزئك إن شاء الله. في ساعة تخرجها طعام يبقى افضل موافقه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى مطمئن الصدر الى غير ذلك. لكن يعني ايه؟ هقول لك ده اخرج بالفعل، فانك تقولها بملء الفم انه يجب ان يخرج ثانيه، احنا شايفين هم الفقهاء، لا ده في مسائل كتير على فكره، يعني في مسائل كتير راعوا انه المسائل التي ينتشر فتاوى اخرى بخلاف مذاهبهم حتى وهم بيقولوا فيها بالايه؟ بالبطلان. يعني هو الأئمة الثلاثة عندهم نكاح بغير ولي ايه؟ باطل. هو لو اتسأل هيقول باطل، لكن بيتسأل عن نكاح حدث بالفعل بيراعي ان الناس فعلته وهي تظن به شيء، فعلى الأقل بيرتب عليه آثاره التي مضت. ماشي؟ امتى بقى يرتب الآثار وامتى يقول للناس لا؟ يعني واضح دي حالة أقرب إلى الفتوى منها إلى الحكم، انه ما اذا استشعر الحرج الشديد في انه يطالب الناس بانه يلغوا اثار شيء هم فعلوه وهم يظنوه ايه؟ شرعيا، فيقولهم لا خلاص الاثار اعتمدناها، لكن فيما يستقبل ما فيش، لو نقدر نلغي من اول دلوقتي ده لا هو الصحيح ولا هو الايه؟ الباطل، فسموه فاسدا. هلاقي في كل مذهب مسائل ما يشك، يعني اشهرها النكاح بغير ولي. عند المالكيه البيع الباطل لفقدان لوجود مانع او لفقدان احد شروطه، ثم طرا عليه ايه؟ تغيير وتحول كثير فهيعتبر وهكذا. طب الاحناف بقى، لا الاحناف عندهم من الاول القسمه ايه؟ ثلاثيه. يقول قد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرط أو نحو ذلك. لو افترضنا نعكس ونخلي الأحناف هم، أو لو فقيه حنفي بيرجح مذهب الجمهور، خد بالك عشان هي دي المسألة أقرب مسألة، لو فقيه حنفي بيرجح مذهب الجمهور بانه لا نكاح الا بايه؟ بس هو على طريقه الحنفيه في القسمه الايه؟ يقول له انا عقدنا بدون اذن الولي، لسه ما دخلش ولا اي حاجه. لو ده لو هو هيطبقها على طريقه الجمهور تماما
يقول له اعمل عقد جديد، لكن هنا هيقول له هي زوجتك بس ما تدخلش بيها غير لما تعمل عقد جديد. فحتى ولسه لم تترتب عليه اثار ولا اي حاجه هيقول له ده معلق، كمل شروطه. لا هو الملغي تماما. حتى احنا قلنا الجمهور امتى هيقولوا ان احنا لازم نعتبره؟ لما تنفذ وترتبت عليه اثار والتراجع فيها يعمل مفسده. لو بقولك لو الحنفي، انا بفترض مساله جدليه، رجل عالم حنفي عنده انه لا نكاح الا بولي، بس جاله اثنين لسه عقدين حالا على المذهب بقى اللي هو ايه، ان النكاح بغير ولي، يقول لهم في زواج ولكنه ايه فاسد. طب يعني ايه؟ اقول له شوف، انا ابتداء من الاول عنده حاجه اسمها ايه، زواج ايه فاسد. يقول له يعني مش هينفع تدخل بها غير لما تجيب الولي يعقد لك تاني. ماشي. في البيوع فقط شرط، يقول له خلاص احنا كده في عقد، لا البائع يعرف يتصرف في السلعه ولا المشتري يعرف يتصرف في الثمن، بس صححوه. يبقى الفاسد عندهم بيعترف بوجوده ويطالب بايه؟ ناهيك بقى عن ان يكون اتنفذ، فيبقى زيهم زي الجمهور من باب اولى، مراعاه ترتب اثاره عليه، لانهم حتى لو ما تنفذ بيعتبروا له درجه من الاعتبار. وبالتالي وده مش في كل الباطل، لا ده هو لو عنده، ما هو في حاجات خلاص الربا منهي عنه قولا واحدا، الميسر، الاشياء اللي فيها المنهي. لو تفتكروا بقى المبحث بتاع اثر النهي في المنهي عنه، ممكن يكون منهي ايه لذاتي او لصفه. هنا لو ان العقد اللي تخلف فيه شرط لا يعود الى صلب الايه العقد، او انما يعود الى صفه من صفاتي، هو ده ابتداء كده يتسال بدون اعتبار ضروره ولا اي حاجه. هو يعني يقدر يقول لهم الغوا ده، لسه عاملين العقد حالا. لا، العقد بقى له حكم وبقى له درجه الزام، ولكن يجب عليكما ديانة قبل ما تنفذوه تصححوا. ما يبقى الفاسد عند الأحناف عقد تخلف أحد شروطه فيكون العقد لازما وتصحيحه لازما. ماشي. يبقى ده الفرق بين ان الأحناف لما بيقولوا في قسم اسمه فاسد، وبين الجمهور اللي عندهم القسمة ثنائية في الأصل، وبعض ما وقع باطلا على مذهبهم ولكنه مصحح على مذهب اخر ثم وقع ونفذ. على الكلام اللي انا بقوله ده ما تعتبروش قاعده محكمه، بس غالبا معظم المسائل اللي هم راوا فيها الايه؟ ان قالوا فيها بالقسم الثالث هي كده. ماشي؟ فمراعاة لان اللي عملها وهو يظنها شرعيه، وافتاه بها من افتاه، وان التراجع عن لوازمها فيها مشاكل، بيقولوا ده فاسد، يعني ترتب عليه اثاره في الماضي ولكن لا نرتب عليه اثاره في المستقبل. في مساله ما لهاش علاقه بده خالص بقى، وهي ان عندنا، ما احنا قلنا احنا الكلام قواعد اصول الفقه ساعات تبقى استقرائيه، فاحنا ولكن يبقى الاستقراء ناقص، او يكون ده الاهم الاغلب وفي حاله وحيده، فنقول القاعده نقول القاعدة وبعدين نقول يستثنى منها ايه كذا. فعندنا قاعدة بتقول انه اذا جامع الحاج وجب عليه ان يستكمل الحج وان يحج من قابل وان يفرق بينه وبين زوجته عند في العام الذي بعده، يفرق بينه وبين زوجته عند الموضع الذي جمعها فيه. هذا حكم تكليفي. ايه اللي حصل لما جامع؟ العباده دي فسدت ولا صحيحه؟ طب ما هو هيقول له كم؟ خلاص احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ايه؟ استقراء لتلخيص الاحكام الايه؟ الشرعيه، مش كده؟ فاحنا اللي عاملينه. خلاص طلع في حكم مستثنى. قولوا بقى ده هنا. اعتبروا ان هو واجب عليه يكمل، يبقى ما فسدتش، او فسد بس يجب عليه يقضي، تبقى فسدت. انشغلت ذمته بالعبادتين، ممكن دي توصفها كده لوحدها.
الأصوليين بيعتبروا أنها فسدت وأن استكمالها عقوبة وأن الحج بتاع السنة اللي بعدها هو اللي صحيح. على الخطاب التكليفي قال إيه؟ كمل دي واعمل واحدة السنة اللي بعدها، يبقى بقى مكلف بالإيه؟ بالحاجتين. هم فسروا هذا بأن اللي هو فيها فسدت وأنها إيه؟ ومع هذا يجب استكمالها كعقوبة، ويجب عليه بدل منها لأنها فسدت، والحج والعمرة يجبان بالشروع فيهم. ده الجمهور بينظروا المسألة بهذا التنظير، وبالتالي مصطلح الفاسد في الحج عند الأحناف وعند الجمهور وعند الجميع له معنى مختلف عن كل اللي احنا بنقوله ده. حج جمع. طب يقول لك طب ما هو في حاجة بتفسد الحج أو تبطله مش كده؟ الرد ده إلا أنه بيحبط عمله كله فبتاخدش الحكم ده، ولكن في الواقع هي الردة بترفع خطاب التكليف اصلا، هو كده ايه بقى غير مخاطب. لكن خلاص احنا نقول الردة بتبطل الحج تماما، الجماع بيفسده. دي لازم بقى نقول ده لها تفسير مختلف، ان هو عليه يكمل السنة دي ويحج من ايه؟ من قابل. التكميل ده بقى عقوبة ولا مش عقوبة؟ هو تخرجهم كده بيقول هو العبادة فسدت هيكملها عقوبة وهيحج من السنة اللي بعدها، لكن هو الخطاب التكليفي بيخاطبه بالايه؟ بالاتنين، مفيش مشكلة. فيبقى ده معنى الفاسد في الحج، ده اصطلاح كده لوحده نفهمه. الفاسد في المعاملات الأحناف بيقولوا ما كان صحيحا بأصله باطلا بوصفه فهو فاسد. يبقى القسمة عندهم ثلاثية متصورة في حقوق كتيرة انها ممكن النهي فيها يرجع الى بعض الجزئيات او بعض الاوصاف، وفي معاملات لا غير متصور فيها، ان الاحناف نفسهم يقولوا بقسمه ايه؟ ثلاثيه، في معاملات كتيره الاحناف قالوا ما ثم الا صحيح وباطل، لانها عبادات بسيطه ما فيهاش اوصاف كتير، فاذا فقد الشرط ده خلاص فقدت الايه؟ المعامله بقت باطل. الجمهور عندهم صحيح وباطل، عندهم نماذج بيضطروا يراعوا ما وقع باطلا على مذهبهم صحيحا على مذهب الآخرين وطبقوا بقت له أثار، فبيعتبروا أثاره فيما مضى، وبالتالي احتاج مصطلح فسموه إيه؟ الفسد. يبقى كده احنا خلصنا بفضل الله الصحة والبطلان أو الفساد. أذان العشاء 10 دقائق من زمن الإقامة ودرس العقيدة إن شاء الله. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.